بهذا السياق ينضم إلينا من رفح مراسلنا عامر الفرع. عامر، مرحبا بك في حديث ساعة. نتحدث عن آخر المستجدات الميدانية، نتحدث عن حال الفلسطينيين في مدينة رفح. عامر، أكثر من 1,200,000 فلسطيني يتكدسون في رفح مهددون باجتياح بري، صف لنا المشهد عامر. نعم، يعني بداية مساء الخير لك زميلي خاطر ولكافة السادة المشاهدين والمتابعين. أهلا بك. يعني حقيقة المشهد العسكري والإنساني في قطاع غزة يتصاعد لحظة بلحظة منذ ساعات الصباح، والطائرات الحربية الإسرائيلية تكثف من قصفها على منطقة حي الزيتون وحي الشجاعية شرق مدينة غزة، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء تم نقلهم إلى المستشفيات، وأجبر الجيش الإسرائيلي السكان المتواجدين في هاتين المنطقتين بضرورة الإخلاء والنزوح إلى المناطق الغربية، وتقدمت الآليات العسكرية في هاتين المنطقتين، وتدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش التي عادت للتوغل مرة أخرى، وكانت خلال الأيام الماضية قد تراجعت هاتين الآليات من منطقة حي الزيتون وحي الشجاعية، ولكن منذ ساعات الفجر الأولى وحتى هذه اللحظة هناك تقدم للآليات وتقدم تحت غطاء جوي وأحزمة نارية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي سيستمر أو سيتمركز في هاتين المنطقتين بعد أن أجبر السكان على النزوح والخروج من منازلهم، وكانوا قد عادوا هؤلاء السكان إلى منازلهم بعد تراجع الآليات العسكرية، وكما ذكرت فجر اليوم تقدمت مجددا الآليات، وبحسب بيانات لكتائب القسام وسرايا القدس فإن عناصرهم يخوضون اشتباكات مع القوات التي توغلت. التصعيد في مدينة غزة يتزامن مع استمرار القصف الجوي على مختلف أحياء محافظات قطاع غزة، كان هناك خلال الساعات القليلة الماضية عدة غارات شنتها الطائرات الحربية في مخيم النصيرات في مدينة دير البلح هنا في مدينة رفح، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء وتم نقلهم إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين 9 فلسطينيين من منطقة الصناعة في محافظة خان يونس، وكانوا قد استشهدوا قبل عدة أيام ولم تتمكن الطواقم من الوصول إليهم، لكن صباح اليوم أعلن الدفاع المدني ووزارة الصحة عن انتشال هؤلاء الجثامين. هذا بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية في مدينة خان يونس وتحديدا غرب المدينة، والعملية التي ينفذها الجيش في مجمع ناصر الطبي وبالقرب أيضا من منطقة حي الأمل. تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية بأن العملية العسكرية في مدينة خان يونس وتحديدا المنطقة الغربية قد شارفت على الانتهاء، وأن الجيش في أيامه الأخيرة وبانتظار قرار جديد أين ستكون المهمة القادمة للجيش الإسرائيلي بعد انتهاء عملياته في مدينة خان يونس. هذا يضع يعني أسئلة. إسرائيل تؤكد عامر، إسرائيل تؤكد عزمها على شن اجتياح أو تنفيذ اجتياح بري في مدينة رفح. الفلسطينيين في رفح ما هي خياراتهم على الأرض؟ أين وجهتهم التالية بعد رفح عامر؟ الرأي السائد في صفوف الفلسطينيين الذين رأوا في رفح ملجأ ومهربا لهم من جحيم الحرب في قطاع غزة، يعني كيف تبدو هذه الزاوية أو كيف تصف لنا هذه الزاوية عامر؟ يعني المشهد صعب في مدينة رفح وخيارات قليلة أمامهم، إما خيار الموت في مدينة رفح أو الهجرة خارج الوطن أو المصير مجهول. يعني بالأمس ذهبت إلى الحدود الفلسطينية المصرية وأعددت تقريرا من هناك، وعندما قبلت الفلسطينيين قالوا الخيار الوحيد إما الموت داخل الوطن أو العودة إلى منازلنا حيث يعني ولدنا.
وأما خيار الهجرة خارج الوطن فهذا مرفوض بتاتا، وبحسب يعني الفلسطينيين أنهم متمسكون في أرضهم. قالوا لنا بأنهم كانوا خلال أو على مدار الأشهر الماضية أنهم في حالة نزوح داخل الوطن، رغم أنها هجرة قاسية وأمر صعب، إلا أنهم يعني طالما أنهم في وطنهم هذا يخفف عنهم شيئا قليلا. أما خيار الهجرة خارج الوطن فهذا أمر صعب لديهم، وقالوا بأنهم سيموتون في مدينة رفح أو العودة إلى منازلهم. الخيارات صعبة، يعني حال نفذ الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في مدينة رفح فهذا سيكون له تداعيات كارثية وتداعيات إنسانية خطيرة، بالإضافة إلى تداعيات سياسية. يعني بالأمس شاهدنا نعم التعزيزات الذي بين الحدود الفلسطينية والمصرية، وهذا يعني ما تؤكده مصر بأنها ترفض هجرة الفلسطينيين إلى حدودها وإلى جزيرة سيناء. والفلسطينيين يقولوا أن هم مجبرون على النزوح في على الحدود المصرية، لأن مدينة رفح ممتلئة ولا يوجد بها مكان فارغ، ولكن هذه المنطقة التي وجدوها فارغة ونصبوا خيامها. ولكن خيار الهجرة ليس في ذاكرتهم ولا يفكروا بهم، بل بأنهم هنا في حالة مؤقتة، حالة العودة إلى منازلهم في مدينة غزة أو مدينة خان يونس أو المكان الذي نزحوا منه، أو الموت فوق أو الموت بداخل مدينة رفح. ولكن ما نشره الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بأن قرب العملية العسكرية شرفت على الانتهاء في مدينة رفح، صحيح، وأن الجيش سيحدد الوجهة المقبلة، هذا إما يعني من وجهة نظري إما الانتقال إلى مدينة رفح وتنفيذ العملية العسكرية، خاصة أنها هي المدينة الأخيرة التي يهدد الجيش الإسرائيلي تنفيذ العملية البرية، أو أننا نكون على مشارف هدنة إنسانية أو التوصل إلى صفقة تبادل، وهذا يعني في ظل الحراك الدولي الذي يقوده الوسطاء بالمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية. غدا سيصل مبعوث أمريكي إلى المنطقة، قبل قليل نقلت رسائل إعلام محلية بأن وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيصل مصر، لذلك يعني ربما الأيام القليلة القادمة ستتضح الرؤية، هل أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بشتي مدينة رفح مراسلنا عامر الفرة، كل شكر لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من رفح، شكرا جزيلا لك.